نجاعات المنهجية المتبعة لتقليص من آفات حوادث السير للنواب المحترمين أحمد زاروف، فاطمة مستغفر، محمد بوزغار، محمد أقبيب، إبراهيم الناموسي، مسعود منصوري، محمد كريم، مصطفى العماري ومحمد سمسم من فريق اتحاد الحركات الشعبية. تفضل سيدنا النائب المحترم سي أقبيب. لا خص تاخذ واحد اللي في الجنب سي أقبيب. لا 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 خص تجي في لازم مرشي باش تصفق فيما يخص السيد الرئيس فيما يخص هذا الميكرو ولا لا هذاك راه تيتحسب عليك في الوقت. لا بلاتي الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، اخواتي اخواني النواب المحترمين، الساده اعضاء الحكومه المحترم، في اطار الحد من استفحال ظاهره حوادث السير ببلادنا تم احداث برنامج سخرت له اموال طائله كانت الغايه منه الحد من هدر الارواح والاموال نتيجه الحوادث المؤلمة التي يذهب ضحيتها الآلاف، إلى أننا نلاحظ أن عدد الضحايا يتزايد سنة بعد أخرى، حيث تشير الإحصائيات إلى ما يناهز 3700 من الأرواح تزهق سنويا. ولم يكن تطبيق القانون بإحداث وإلزامية تشغيل آلة مراقبة السرعة في كل شاحنة وناقلة كفيلاً بالمساهمة في الحد من هذه المعضلة ولو بالنظر اليسير، بل بالعكس أدت إلى الإساءة لهؤلاء المستعملين والملزمين بقوة القانون عند المراقبة الطرقية. وبناء عليه نسألكم السيد الوزير، ما هي الاستراتيجية المستقبلية لإعادة النظر في الأمر وتدارك الخلل الذي ينتاب هذا القطاع المخيف حقا؟ وشكرا لكم. سلام. شكرا سيد النائب، لكم كلمة سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. فجوابا على هذا السؤال، السيدات والسادة النواب المحترمين، إشكالية السلامة الطرقية هي تشكل محور أساسي من سياستنا، وبناء على ذلك حددنا برنامج الذي انطلق في أبريل من هذه السنة. فهدف هذا البرنامج لا يمكن أن يكون حد من معضلات حوادث السير أو من عدد حوادث السير قدر ما هو وضع حد للارتفاع والوصول إلى بداية تقلص من عدد حوادث السير. فما هي نجاعة هذا العمل الذي قمنا به منذ أبريل إلى شفنا الحصيلة إلى غاية أكتوبر؟ واحد العدد الكبير ديال الإجراءات اللي تم اتخاذها بما فيها البعض منها تنظيمية، لأنه من ضمن الصعوبات لمعالجة أو لمقاومة إشكالية حوادث السير تتجلى في عدم وجود هياكل القرار وهياكل التتبع وهياكل التقييم والتقويم. فبناء على ذلك أحدثنا لجان، الكبرى منها توجد تحت وصاية السيد الوزير الأول، ثم الثانية لتتبع تحت وصاية وزير النقل، ثم لجان جهوية. وحددنا لهذه اللجان برامج عملية جدا فيها شطر كبير من عمليات المراقبة وشطر آخر متعلق بالإصلاح القانوني والنصوص التنظيمية. فما هي النتائج من هذه الخطة التي شددت العقوبات وشددت المراقبة وجاءت بآلية جديدة، بحيث أنه تم اقتناء ما يناهز 737 آلة المراقبة السرعة وما يناهز 100
آلات أخرى لمراقبة السرعة من نوع آخر، وتم بناء شراكة لأول مرة عملية ما بين الدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل، وتتبع جهوي تحت وصاية السادة الولاة. بدأ ينخفض عدد القتلى على الطرق المغربية، وهو أول الانخفاض الذي يلحظ منذ سنة 96. إذن هذه النتيجة لا نعتبرها إيجابية، لأنه عدد الحوادث السير لا زالت موجودة وموجودة بكثرة، وعلينا أن نعزز مجهوداتنا في هذا المجال حتى نجعل هذا الانخفاض يصبح انخفاض مستمر ودائم، وحتى يذهب إلى شبه الانعدام. وشكرا لكم كلمة سيدنا المحترم في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس، سادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب. أرقام حوادث السير مهولة حقا، لأن 3700 قتيل سنويا وأكثر من 35,000 جريح، بمعنى أن هناك 11 قتيل يوميا و100 جريح. ولا اعتبرنا أن 10% من الجرحى عندهم إعاقة دائمة، ربما يستلزم هذا الشيء تكون وزارة خاصة بحوادث السير، بضحايا حوادث السير. وثم الإجراءات تكاد تكون محتشمة أو روتينية، لأن معد كان كارثة زلزال الحسيمة توصلنا على التو بمشروع قانون وضع بلغت فيه قيمة الدائرة إلى 100 مليون سنتيم، مع أن هذه كارثة دائمة ويومية وكارثة وحرب لا تبقي ولا تذر. هذه الحرب هذه. أما فيما يخص الكروماتوغراف كرونو تاكيغراف، فمشكل ديال اللي كيتطرح هو حيت كيتضبط شي واحد وقع له عطب في وجده، خصو يمشي حتى كيشدوا له السياره ديالو كيمشي حتى للدار البيضاء ويجيب التقني ويردو باش يركب باش يصلح باش هذا. وهذا استهلكتوا الوقت المخصص سيدي النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس على سعه صدركم. شكرا لكم على احترام الوقت.